تخيل المشاهدين والمتابعين الكرام، اهلا وسهلا فيكم في هذه الجلسه، بدايه جلسه سنويه جديده اذا بدكم بسنه 2019. يعني ان شاء الله تكون التحاليل والامور والجلسات اليوميه مفيده لكم ولكل متابعينا. طبعا عندنا جلستين بالنهار، عندي الجلسه الصباحيه اللي بنقوم فيها بتغطيه مباشره على العملات الرئيسيه وايضا على المعادن والسلع، اللي هي بنمر على معظم الازواج الرئيسيه اللي بنحلل فيها، خلينا نقول باستعمال التحاليل التقنيه، بعض التحركات وتقلبات السوق وكيفيه الاستفاده منها. وعندي جلسه اللي هي جلسه بعد الظهر، اللي هي بتكون فقط اذا بدكم استعمال استراتيجيه تداول معينه او شرح مؤشر معين موجود على منصه التداول، او حتى استراتيجيات معينه بنستعملها نحن. يعني السنه الماضيه طبعا كنا، اللي هي سنه 2018، كنا عم نشرح فيها اليوت ويف، شرحنا فيها فيبوناتشي، بعض استراتيجيات الكاندل سيكس او الشموع اليابانيه، استراتيجيات خلينا نقول هيلز اند بوتمز، او خلينا نقول الكعان والكمم، اللي هي كانت استراتيجيه تداول ايضا مميزه. وايضا كنا عم نجرب انه نفتتح مراكز ولايف تريدنج او تداول مباشر ايضا في معظم الجلسات. فطبعا ان شاء الله هذه السنه تكون سنه خير للجميع، وبتمنى لكم كل التوفيق، ويكون ايضا يعني سنه مثمره كمان على حساباتكم وعلى راس مالكم اللي عم تتداولوا فيه. في البدايه بدي احذركم ايضا من المخاطر اللي موجوده عندنا بسوق الفوركس، وطبعا هذه المخاطر اللي هي لازم ناخذها بعين الاعتبار احنا كمضاربين وكمستثمرين ب خلينا نقول طبعا هذا السوق او باسواق المال بشكل عام. فبهذه الحاله طبعا اتوقع أن يكون عندي بعض التقلبات في بدايه هذه السنه، ومع افتتاح سنه 2019 يكون عندي في صغيري خلينا نقول بعض الاخبار الرئيسيه اللي لازم ناخذها بعين الاعتبار قبل ما نفكر بالتداول طبعا. فيعني المخاطر الموجودة عندنا يعني مهمة انه ناخذها بعين الاعتبار، وايضا لازم يكون عندي بعض استراتيجيات التداول خلينا نقول الرئيسية لنقدر نقلص المخاطر الموجودة عندنا باستعمال استراتيجية التداول التقنية، وايضا خلينا نقول الاقتصادية، يعني بعض التشنجات خلينا نقول العالمية اللي ممكن تأثر على تقلبات السوق لازم نكون عم نطلع عليها، لازم نكون عم نتابع الأجندة الاقتصادية الأجندة اليومية، وبهذه الحالة ممكن نستفيد من التقلبات بشكل إذا بتكون ضئيل وبشكل خلينا نقول يعني أساسي أو مركز. هلأ نحن بالنسبة لنا التداول في على الرسوم البيانية. أستاذ سمير صباح النور، أهلا وسهلا فيك، كل عام أنتم بخير كمان. لكن احنا التداول بشكل رئيسي عنا هو شيء يعني متميز فيه لانه منتابع السوق بشكل يومي، بعرف انه السوق صعب على طول نقدر نستفيد منه، ممكن نقطع ببعض المراكز الخسارة، ما في شك انه طبعا ممكن السوق اوقات ياخذ منا يعني بعض الفلوس من راس مالنا، طبعا هذا الشيء وارد، ولكن لازم يكون احنا عنا اداره المخاطر الرسميه والجديه كرمال نقدر نقلص هذه المخاطر، ونقدر اذا في حال انه نخسر مركز نقدر نربح مقابله مركزين وثلاثه واربعه. ولكن انا اللي برجع بقول لكم اياه انه عدد النقاط هي اللي بتجمع بالاخر وليس عدد المراكز، يعني اذا في حال داخلين بمراكز خلينا نقول 10 مراكز ربحاني اوكي ومركز واحد خسران، طب اذا العشر ربحاني عطيتني 1000 دولار والمركز الواحد الخسران خسرني 1000 دولار، يعني هيدي اداره المخاطر منا مضبوطه، والريسك مانجمنت كمان ايضا بده تعديل. فبهيدي الحاله المخاطر لازم تكون اساسيه انه انتم ما تعطوا للمركز الواحد اكثر من 5% من راس مالكم او من قيمه الحساب اللي عم تتداولوا فيه، هذا شيء ايضا مهم جدا بالنسبه لاداره المخاطر. ف لازم نختار لكل مركز 5% نحدد له كحد اقصى ونعدل وقف الخساره كرمال نثبت اذا بدكم او نحدد خسارتنا لكل مركز او فرصه استثمار ممكن تكون موجوده عندنا. قبل بدايه هذه السنه وطبعا بشهر ديسمبر يعني من تقريبا 4 ايام لورا كنت عم بشرح السيناريو المفترض على اليورو كاد. اليورو كاد هو من العملات الرئيسيه اللي كنت انا اتوقع انه ممكن نبتدي بالاتجاه المعاكس في هذه السنه وعند افتتاح هذه السنه، فاتوقع انه ابتدينا نلمس هذه المستويات المنتظره. هلا ممكن نعمل شوي امتداد او اكستنشن لها قبل ما نبتدي بالانعكاس، ولكن اتوقع انه هذه المستويات هي مستويات مهمه جدا لدخولنا بمراكز بيع. فبالنسبه لليورو كاد يعني نتوقع بدي ابتدي من هذه السيناريوهات المفترضه كرمال اقدر اتوسع فيها واقدر احدد السيناريوهات الاخرى كرمال نقدر نفوت على كل عمله لحالها. يعني انا ببتدي باليورو كاد عندي سيناريو مفترض عليه وانا شبه اكيد منه، فبهذه الحاله برجع بعمل زوم ان على اليورو لحاله او العمله الاوروبيه الموحده، وايضا برجع باخذ عمله
العملة الكندية لحالها أو اللي هي تلقب باللوني، أوكي، وبرجع بحلل هون كل واحد لحاله لشوف السيناريوهات المفترضة. هلأ بالسيناريو اللي عم بتكلم عليه على اليورو كاد، أتوقع أن يكون عندي ضعف لليورو مقابل الكندي بالمراحل القادمة، وبهيدا الحالة طبعا ممكن يكون عندي إذا بدكم بعض الإشارات السلبية لليورو دولار. هل يا ترى 100% انا من وراء هذا السيناريو السلبي يمكن يكون عندي اشارات سلبيه لليورو دولار؟ طبعا خلينا نشوف سوا السيناريوهات المفترضه اللي حللناها انا وياكم بالسنه الماضيه، وطبعا نكون عم نتكلم شوي صغير عن السيناريوهات القادمه. كنا تكلمنا في شهر ديسمبر انه التقلبات مرتفعه كثير، وطبعا دخلنا بمراحل افقيه بامتياز، وبهيدي الحاله كنا اذا بدكم انتظرنا بعض الاشارات، وكنا تكلمنا على افريج او مرحله متوسطه للتداول للعمله الاوروبيه الموحده. فبهيدي الحاله كنا عم نلاحظ انه كل ما يرتفع السوق لزياره مستوى ال 114.40 114.50 114.70 هذه المستويات عم نرجع نشهد اذا بدكم ارتداد منها واتجاه هابط، اوكي، اقله لمستويات ال 113.80. هلا اختراق مستوى ال 113.80 عم بيضوي نقطة صغيرة ثانية اللي هي مستوى ال 112.80 اللي هي أيضا كانت كافرجينج عم نرجع نقدر نتلمس معها. وجعنا ارتفعنا لزياده مستوى ال 114.40 وانخفاض عن جديد لل 112.80، وبهيدي الحاله عم نرجع نشهد اذا بدكم بعض التقلبات الافقيه او المرحله مرحله تذبذب افقي. هلا رجعنا مع بدايه هذه السنه اذا بدكم ارتفعنا باليورو دولار لايضا سجلنا مستويات كمان نفس القمه تقريبا اللي هي قرب مستويات ال 114.90، ولكن الاغلاق كان عند مستوى ال 114.77 نفس القمه السابقه اللي تم تسجيلها. فبهذه الحاله اول اشاره انعكاسيه ممكن نشهدها على اليورو دولار مثل هيدي الشمعه اللي هلا عم نشوفها امامنا على شمعه الاربع ساعات، هذه شمعه انعكاسيه، ما في شك انه هيدا نمط احتوائي، ما في شك انه هيدي سيل سيجنال، ما في شك انه ممكن يصير عندي سيطره فريق الدبب على الرسم البياني، وطبعا نبتدي بالاتجاه الهابط. اهلا وسهلا فيك، صباح الخير، طبعا كل عام انتم بخير، ان شاء الله بتكون سنه مثمره للجميع، وكنت يعني بتمنى لكم كل التوفيق، وان شاء الله نكون طبعا قد التوقعات انه نقدر نكون عم نفيدكم ونساعدكم بشكل يومي نحن. لكن هذه الاشاره الانعكاسيه على اليورو دولار ممكن تعطيني اشاره سلبيه ونكفي اتجاه الهابط على المدى الوسط للقصير لزياره مستوى ال 113.80 ومن ثم زياره مستوى ال 113.20، وطبعا اذا في حال اخترقنا مستوى ال 112.80 وهذه خطوط او نقاط الدعم الموجوده عندي، اختراق هذا الخط اللي هو مستوى ال 112.70 اللي عم نزوره اذا بدكم بشكل متكرر، اختراق لهذا المستوى طبعا ممكن يعطيني ويضوي سيناريو سلبي جدا على زوج اليورو دولار لتحمل اتجاه الهابط وزياره مستويات ال 111 وال 110 وال 109. وهون بيجي دور زوج اليورو كاد او اليورو كندي اللي كنا عم نتوقع انه ممكن نبتدي بالاشاره الانعكاسيه ونبتدي بالاتجاه الهابط. فاليورو كندي هو من العملات الرئيسيه والازواج اللي عم يعطيني سيناريوهات سلبيه، ولكن هلا من ورا ما دخلنا على العمله الاوروبيه الموحده لحالها وشفنا انه السيناريو ممكن يكون سلبي على المدى الوسط للقصير وطبعا يبتدي بالانخفاض، هذا الشيء ادى الى تاكيد لهذا السيناريو المفترض اللي عم نشوفه على اليورو كندي. هلا خلينا نشوف الكندي لحاله. إذا بنشوف الدولار كاد لحاله، هذا الدولار كاد عظيم، لكن الدولار كاد على رأسه بين الأسبوع كنا تكلمنا على أيضا رايزنج ويدج، وكنا تكلمنا على أنه ممكن نرجع نزور مستويات مهمة جدا وارتفاع لملامسة إذا بدكم خطوط المقاومة اللي موجودة عندي. هلأ بالنسبة للدولار كندي طبعا بده يتم تعديل إذا بدكم خاصة القاعان هون لأن عملنا اكستنشن ويف اي بي سي، ولكن نفس السيناريو كنا متوقعين أنه ممكن نرجع نرتفع لزيارة مستويات ال 136 أو 137. هذه المستويات تقريبا كنا وصلنا لها كحد أقصى، ممكن نرجع نمتد لزيارة إذا بدكم آخر قمة تسجيلها عندي 137.20 137.20، هذه المستويات الأخيرة اللي ممكن نمتد فيها، وطبعا ناخذها بعين الاعتبار إذا في حال نمتد بالسيناريو السلبي. عندي كثير فرص استثمار مع بداية هذه السنة، عندي فرص استثمار خلينا نقول بالسيناريوهات المفترضة وبالتحليل التقنية وباستعمال بعض التفاصيل إذا بدكم أو السيناريوهات المفترضة باستعمال اليوت ويف. أنتم بتعرفوا أنه أنا اختصاصي اليوت ويف وبعمل سيناريوهات طبعا باستعمال اليوت ويف وفي بوناتشي لآخذ نقطة دخول مميزة. عندي بداية استثمار ولكن عم تلاحظوا أنه الرسم بياني أسبوعي، ما حدا يعني
يفكر انه هذه فرصه استثمار ذهبيه اذا بتدخل فيها بالوقت الحالي بتبلش تجني الارباح. طبعا عم بطلع على رسم بيانه اسبوعي، ولكن عم جرب لكم اياه سيناريو مفترض على المدى الوسط للطويل. طب اذا نحن عارفين هذا السيناريو المفترض على المدى الوسط للطويل، طب انا كمضاربه بقدر استفيد اكثر. شو يعني؟ اذا انا عارف انه الدولار كاد على المدى الوسط للطويل عنده مستوى ال 121، يعني انخفاض 1500 نقطه على سبيل المثال من المستويات الحاليه. طب انا اذا بدي افكر بالاستثمار، بنتظر كل ارتفاع وبدخل مراكز بيع، بكل ارتفاع بدخل بوجه مراكز بيع. فبهيدي الحاله بقدر انا اكون عم باخذ اول اشارات بسيطه، يعني كمضارب عم بتكلم اشارات بسيطه، بفكر فقط بسيناريو البيع ولكن ما بفكر بسيناريو الشراء او بشراء الدولار كاد، لانه عارف على المدى الوسط للطويل شو هو السيناريو المفترض اللي ممكن ندخل فيه. هلا بالنسبه للامور الاخرى، خليني اتكلم شوي صغيره على غير الدولار كاد، بدي اتكلم على يعني العمليات الرئيسيه الاخرى. عندي اسعار الذهب كمان مهمه انه نتكلم عليها بجلسه اليوم، لانه ايضا كنا توقعنا انه المستويات المنتظره اللي هي تقريبا مستويات القمه او النفق ميل على الارتفاع، هذه المستويات مستويات مهمه جدا، وقلنا كحد اقصى في يعمل اكستنشن او امتداد لهذه الموجه لزياره قاع موجه رقم واحد، وكنت حطيت لكم فلاش عليه وسهم اذا بدكم، وكنا حددنا هذا الخط الازرق اللي هو قرب مستويات 1287 ونص، وكنا حددنا انه هذا القاع اللي هو قاع موجه رقم واحد هو السيناريو المفترض او كحد اقصى ممكن نزوره باسعار الذهب كموجه رابعه. فبهيدي الحاله الامتداد اللي عملناه نتوقع انه ممكن يكون قد انتهينا ولازم نبتدي بالاتجاه الهابط والسيناريو الهابط. هلا هل يا ترى من هذه المستويات او ممكن نعمل ارتفاع بعد لمستويات خلينا نقول ال 90 1290 1295 ونغلق تحت هذه المستويات؟ شرط اساسي انه اذا في حال بدنا نمتد بعد بالاسعار ونبتدي بعد اذا بدكم بالارتفاع واختراق قمم جديده، لازم نحن يكون عندي اذا بدكم اغلاق تحت مستوى 1280. هذا الاهم. اذا بتلاحظوا على رسم بين الاربع ساعات، على رسم بين الاربع ساعات كان عندي اذا بدكم اختراق لمستويات 1283 84، ولكن الاغلاق كان تحته، وهذه السيناريوهات السلبيه او الشموع السلبيه اللي عم نشهدها كان عطاني اذا بدكم سيناريو اساسي وعطاني دعم للسيناريو السلبي اللي عم نتكلم عليه. هلا كفيبوناتشي، خليني اتكلم كفيبوناتشي على اسعار الذهب. كفيبوناتشي اكسبانشن اللي هي تقدر تحدد لنا اذا بدكم مستويات المنتظره وطبعا الامتداد لهذه الموجه اللي عم نشهدها امامنا. الاكسبانشن تعطيني ال 1280، وايضا كان طبعا هلا تم اختراقه، ولكن اللي بدي اقول لكم اياه انه ال 100% فيبوناتشي اكسبانشن اي بي سي اوكي عطيتني مستويات. عم تلاحظوا هذه مستويات ال 100%، عم تشوفوها هذه مستويات ال 100% عفوا اوكي، هذا رقم 100%، مستويات ال 1278 82 او 1200 تقريبا و 79 اللي هي 80، يعني عم نشوف على رسم بيانه اسبوعي، فينا نحدده على رسم بيانه يومي. على رسم بيانه اليومي من الواضح انه اختراق الشموع اليابانيه لمستوى ال 1280 كان عم بيرجع يرتد السعر ويغلو بالضبط على هذه المستويات. عم تشوفوا امامكم اول شمعه اخترقنا مستوى ال 1280، رجعنا اغلقنا على نفس المستوى اوكي، يعني ما عم بيتم اغلاق فوق مستوى ال 1280، وايضا الشمعه السابقه ايضا اغلقت 1280 تقريبا، ولكن ارتفعت لزياره مستويات 1286 او 85. فبهيدي الحاله هلا نحن هذه الشمعه عم نشهدها امامنا، صحيح انه عم نتداول فوق مستوى 1280 ولازم ننتظر اغلاق. هذا الاغلاق اذا في حال اليوم ارتدينا باشاره انعكاسيه وانخفضنا باسعار الذهب واغلقنا تحت هذا الخط الازرق اللي هو 1280، 100% سيناريو سلبي، ورح نبتدي بالاتجاه الهابط وتعزيز مراكز البيع على اسعار الذهب. هيدي بدنا نكون طبعا دقيقين فيها، وبدنا نحدد اذا بدكم سيناريوهات اكثر من رائعه على اسعار الذهب لنقدر نستفيد من هذا الانخفاض، وبدايه اذا بدكم سيناريو اكثر من رائع على اونصة الذهب لتثبيت مستوى ال 1120. هلا اغلاق فوق هذه المستويات طبعا نرجع نفكر بسيناريو اخر ونرجع ندخل بمثلث خلينا نقول اي بي سي دي اي اللي هي ممكن تكون موجه بي، ممكن نعمل اكستنشن لزياره مستويات 1300 1310 ونرجع نرتد بالاتجاه الهابط عن جديد لزياره ويف اي قبل ما نكفي بالاختراق على المدى الوسط للطويل. فهذا سيناريو اخر، هذا سيناريو سلبي عفوا ايجابي.
هذا السيناريو إيجابي إنه نمتد بويف. هلأ دخلنا بمثلث موجة A، عندي A B C D E مثلث، ونرجع نرتفع بويف C اللي هي نرجع نزور فيها مستويات الذهب 1580 و1600. هلا طبعا هذا السيناريو رح يضل pending لحديث ما نرجع نشوف للمستويات الحاليه. يعني انا ما عم بجي لكم سيناريوين مفترضين يا طلوع يا نزول، لا، عم بجي لكم هذه المستويات الحاليه اللي عم نتداول هلا عليها اللي هي 1288، هي مستويات اكثر من مهمه. اوكي، ممكن نعمل اكستنشن لل 90 95، ولكن اغلاق تحت مستوى ال 1280 بعزز مراكز البيع وبعزز السيناريو السلبي. هيدا بالنسبة لأسعار الذهب. السيناريو الأحلى أنه ابتدينا بالارتفاع الطفيف للمؤشرات الأمريكية، أوكي؟ بغض النظر عن الافتتاح السنوي أنه طبعا ارتد شوي صغير باتجاه الهابط، ولكن الحلو أنه ابتدينا بالارتفاع. يعني ارتدينا من مستوى 21600 للداو جونز يو اس 30 لمستوى 23500، ولليو اس 500 ايضا، يعني للاس بي 500 ارتدينا من مستويات 2333 تقريبا لزياره مستويات 2511 2520. هذا الارتداد انا بالنسبه لي منه ارتداد بسيط، منه موجه تصحيحيه بسيطه، لازم ناخذها بعين الاعتبار لبدايه سيناريو ايجابي على المدى الوسط للطويل وتكمله الاتجاه الصاعد لتسجيل اخر قمه على المؤشرات الأمريكية. انتبهوا من الفولاتيلتي والتقلبات اللي ممكن نشهدها على المؤشرات الأمريكية. أنا بأكد لكم أول موجة صعود ممكن نشهدها للمؤشرات الأمريكية لليو اس اندسز ممكن ناخد سيناريو أكثر من سلبي على أسعار الذهب، لأنه عندهم علاقة سلبية ونيجاتيف كوريليشن بيناتهم، بين السوق الأمريكي وأيضا أسعار الذهب. وطبعا أنا يعني مع بداية هذه السنة بعدني اكيد ما رح ادخل هلا بمراكز او بفرص استثمار باول نهار من السنه، فبكل بساطه رح ارجع انتظر شوي صغيره سيناريوهات تاكيد، رح انتظر كونفرميشن اكتيفيشن وتاكيد من بعض الشموع اليابانيه للسيناريوهات اللي انا عم فكر فيها قبل ما اطبقها طبعا بالسوق. وهذا هو المحلل الناجح اللي هو عنده اذا بدكم الوقت وعنده برودة الاعصاب اللي بتخليه ينتظر قبل ما يدخل بالسوق ولو شايف سيناريو رائع. طبعا السوق منه هربان، اذا في حال عم تشوف اذا بدكم سيناريو على المدى الوسط للطويل انخفاض ضخم جدا، طبعا ولو خسرت شوي كم نقطة منه بالوقت الحالي، ولكن التأكيد مفيد جدا لنقدر يعني نقلص المخاطر بشكل اساسي. فهلا طبعا بدي انتظر انا بعض السيناريوهات، بعض التاكيد، بعض الشموع اليابانيه، وطبعا رح اكون عم ببتدي ببعض يعني دخولي ببعض السيناريوهات على اسعار الذهب، على الدولار كاد وعلى العمله الاوروبيه الموحده اللي هي اليورو دولار، لنرجع نفكر باستثمارات على المدى الوسط للطويل. رح يكون عندي بعض الفرص للمضاربه، ولكن بشكل رئيسي بدي اكون عم بفتح حساب وبدي اعمل بورتفوليو اذا بدكم، او خليني اقول مثل باي بسموها، اوكي، رح اعمل خليط فيها لفرص استثمار على المدى الوسط للطويل وايضا لبعض فرص استثمار كمضاربه، ونخرج وطبعا الدخول والخروج منها بشكل يومي او بشكل سريع. هلا انا بالنسبه لي هذه جلسه كانت انتهت، وهذه بدايه سنه 2019، كنت حابب هيك اعطيكم فكره رئيسيه عن على بعض من الازواج والعملات الرئيسيه. انا ما عندي اي شيء اضيف وما عندي بيانات مهمه على الاجنده الاقتصاديه اليوم، يعني بعدنا طالعين من هوليديز ومن فرصه. عندي هلا بعد 9 دقائق تقريبا على جي ام بي يو اس دي اللي هي المانيفاكتشرنج بي ام اي، وعلى الدولار الامريكي ما عندي اي شيء مهم اليوم. اوكي، فبهيدي الحاله المانيفاكتشرنج بي ام اي ممكن نبتدي بالتقلبات على الاسترلين دولار او على جي بي بي يو اس دي، وبهيدي الحاله يعني الاسترلين دولار عم بتكون من العملات الليدنج اللي هي عم تسبق غيرها بالسيناريوهات المفترضه. شفناها ابتدت بالارتفاع لحالها والانخفاض لحالها من تقريبا اكثر من شهر لورا، فبهيدي الحاله هي عم بتكون الاسرع بالسوق. ممكن نطلع عليها وطريقه تحركاتها وسيكولوجيه التداول تبعها كمان نقدر نحدد السيناريوهات المفترضه على العملات الرئيسيه الاخرى. يعني الاشخاص اللي عندهم هلا جي بي بي اس دي انتبهوا، بركي نشهد بعض التقلبات وخاصه مع افتتاح هذه السنه الجديده. اوكي، المانيفاكتشرنج بي ام اي منه هالشيء المهم جدا، ولكن ممكن ياخذوها كفرصه ليعملوا سبارك اذا بدكم، او يكون محرك لاستدين ليبتدي سيناريو يعني مفترض معين. انا بتشكر وجودكم ودعمكم لإلي بشكل يومي، ما تنسوا تعملوا لايك وشير لهذا الفيديو الصباحي. كمان كرزاف ظهرية من شركة تكمل مباشرة من صفحة تكمل العربية على فيسبوك. إلى اللقاء.